برحب بدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة. دكتور نهال مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ عمرو، مساء الخير على السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. بقول لحضرتك الحمد لله على السلامة الله وحياتك يسلم مبرور يا حضرتك، الله فندم. يحفظ حضرتك، متشكر جدا لحضرتك. الحقيقة التصريحات اللي قالها أو الكلام الجميل اللي طالع من القلب اللي قاله المواطنين لزميلتنا ياسمين وهي عندكم النهاردة في البحيرة شيء يدعو للفرحة، فحابب أعرف من حضرتك برضو الصورة أكثر تفصيلا عاملة إزاي، إيه التطور اللي حصل زي ما بيقولوا في المستشفيات، زي ما بيقولوا في الطرق، زي ما بيقولوا في المدارس اللي أنشئت. والله يا فندم، هو زي ما حضرتك استعرضت، انا بعتبر النهارده يوم سعيد على كذا مستوى. يعني حضرتك يمكن عرضت على المستوى العالمي في انفراجه، احنا برضو في محافظه البحيره النهارده سعداء وبنتشرف بزياره دوله رئيس الوزراء لمركز ومدينه وادي النطرون بالبحيره عشان يتفقد سيادته كره حياه كريمه اللي بتتنفذ هناك. والحقيقه ان احنا يعني انا بشكر حضرتك على الفرصه ان انا اتيحت لي اسمع الحقيقه الفيدباك او الرد الفعل من الجمهور. التصوير ده من القافله الطبيه اللي كانت على هامش زياره دوله رئيس الوزراء، والحقيقه احنا النهارده سعداء مش بس على المستوى يعني العملي، لكن رد فعل الجمهور اثناء زياره وتفقد دوله رئيس الوزراء للمشروعات اللي منها عمارات سكن كريم ومجمع الخدمات اللي هو انتهى بنسبه 100%، ومركز تنميه الصحه والاسره اللي هي انتهى يعني بحوالي 90%، المجمع الزراعي 100% منتهي، مركز الشباب، كل ده منتهي. الناس سعيده جدا فيه يا فندم، يعني الناس لمسه على الارض الهديه اللي انا بسميها هديه، هي فعلا هديه اللي اهداها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لريف مصر اللي هو القطاع العريض من المجتمع اللي متواجد، اللي هو كان عايزين نقول يعني بيفتقر الى بعض البنيه الاساسيه وبعض الخدمات. النهارده معالي المحافظ اللواء هشام امنه استعرض في البدايه حجم المشروعات الحقيقه الضخمه والضخ الاستثماري اللي ضخته الدوله في يعني في محافظه البحيره. 49 مليار يا فندم ولا 44 مليار على ال 8379 مشروع؟ على ال 8000 يا فندم دول 49 مليار. 49 في اربع سنين 80 مليار جنيه اتضخوا في محافظه البحيره. لما حضرتك تضيف عليهم كمان ال 49 مليار بس لسه ما اتصرفوش طبعا كلهم، اجمالي 124 مليار جنيه في محافظه واحده من 27 محافظه. انا اسفه يعني بقول لحضرتك انا بعتبر ان ده خيال، لو احنا من سبع او عشر ميزانيه ضخمه جدا يعني طبعا، ده كان ممكن يكون ميزانيه انا اسفه الدوله بالكامل، او ممكن كمان كانت تبقى اقل من كده. فلما بنشوف ده دلوقتي وبنشوفه بقى على ارض الواقع متحول لخدمات فعليه، المواطن النهارده بيهمه صحته، بيهمه الميه اللي بيشربها، بيهمه الصرف الصحي، بيهمه انه يتعلم كويس هو واولاده، يلاقي طريق كويس امن يقدر ان هو يمشي عليه هو واسرته يعني. بالظبط يا فندم. فالنهارده الحقيقه كان تكليل لمجهود كبير تقوم به المحافظه على راسها طبعا السيد المحافظ والاجهزه المعاونه، وكمان سيادته الحقيقه من يعني كرمه وتواضعه انهى يعني مسك الختام لجولته كانت القافله الطبيه، اللي هو سيادته يعني حب ان هو يسمع يعني راي المواطنين جوه العيادات اللي كان بيشاركنا فيها، جامعه طنطا طبعا، كليه طب، اساتذه دكاتره في كل التخصصات. الحقيقه الناس سعيده جدا بهذا الاهتمام، وعايزه اقول ان هذه القافله ده نموذج من نماذج كتير بتتم كل يوم على ارض محافظه البحيره لقوافل طبيه. هنا احنا ده دورنا، عايزه اقول بشكل مؤقت لحين ما يتم تفعيل طبعا الخدمات الطبيه المقدمه، وده بالاضافه للخدمات الطبيه المقدمه بالفعل يعني بشكل بقى يعني منتظم في التامين الصحي الشامل بعد كده يعني. بالظبط يا فندم، بالظبط. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وكلام الحقيقة عظيم جدا وأرقام كان لازم إن احنا نتوقف مع حضراتكم ونسمعها من المسؤولين اللي بيشتغلوا على الأرض في تنفيذ هذه المشروعات.